هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو سماحة المفتي الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام. أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 021-360-0101 021-360-0102 021-360-0103. يمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر على صفحتنا في اليوتيوب، أيضا يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال: ما هو واجب الليبيين نحو هذا البرلمان الذي يستمر بالتلاعب بالقوانين واختلاق الأسباب للاستمرار في السلطة من غير وجه شرعي ولا سند قانوني، وآخرها التذرع بإصدار دستور جديد، وهل يجوز الخروج للمطالبة برحيله؟ تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سمعناه في هذا الأسبوع من البرلمان في طبرق وفصل من فصوله الهزلية التي يستمر في إخراجها على مدى سنوات، وما يصدر منه وما يصدر من مجلس الدولة من مقترحات وتشكيل لجان وخريطة الطريق وما إلى ذلك من الكلام، ما هو إلا لتمضية الوقت ويعني من اللعب في الوقت الضايع، بحيث يستمر بقاء هذين المجلسين والتمديد لأنفسهما في الحكم إلى ما لا نهاية. هذه شنشنة عرفناها من أخزم، يعني لا نصدق الآن، يعني مرت بنا سنوات وهم في كل مرة يختلقون شيئا يريدون أن يصلحوا به، ثم بعد ذلك النهاية لا تكون إلا أن ما قاموا به لا يدل على شيء إلا على أنهم يريدون التمسك بالبقاء في مكانهم، ولا يمكن لليبيا أن تجري انتخابات ولا يتزاع عنها الغمة ولا تخرج من هذه الغمرة التي هي فيها ولا تتنفس الصعداء إلا بتحويل هذين المجلسين. ما دام هذان المجلسان موجودين فلا يمكن أن تجرى انتخابات أبدا، لأن إجراء الانتخابات معناه هو
عدم وجودهما، وهم لا يمكنون أن يسمح لأنفسهما بذلك. وما سمعناه في الجلسة الماضية من قراءة بعض القرارات من رئيس مجلس أيا كان هذا المجلس، سواء كان مجلس يعني هو عنده حق وعنده صلاحيات ولا ما عنده صلاحيات، لا يمكن لرئيس مجلس أن يخرج بيانات لا تنسب للمجلس، لم يقل مثلا قرر البرلمان ولا قرر المجلس، وتكلم عن شيئين، تكلم عن أن هذه الحكومة انتهت صلاحيتها، وتكلم عن مسألة الدستور وطعن في الدستور الذي صاغته لجنة الستين المنتخبة، ونسب هذا الكلام كأنه حاكم مطلق، حكم استبداد، حاكم مستبد حكمه لا يرد، فلم ينسب حتى الكلام، لم يقل مثلا المجلس قرر كذا، ولا لأن تغيير الحكومة حتى ولو كان هو من صلاحية البرلمان يحتاج إلى شروط حسب القوانين إلى 122 عضو، وهذا لم يتكلم عن هذا، إنما تكلم عن شيء أصدره هو بنفسه أنه يريد أن يغير الحكومة، ثم طعن في دستور منتخب من لجنة منتخبة، دستور من لجنة منتخبة من الشعب الليبي، يعني استمرت وعكفت عليه يعني كذا سنة وأخرجته، فطعن فيه بكل بساطة وقال خلاص هذا لا يصلح، وأنه يريد أن يشكل لجنة من 30 مثقفة حسب كلامه لتخرج لنا دستورا في خلال 30 يوما. يعني هل يصدق عاقل ما يقوله هذا الرجل؟ أنت طعنت في دستور من لجنة منتخبة عاكفت عليه سنين، ثم تريد أن تفرض على الناس دستور حسب رأيك من لجنة تشكلها ويصدر في خلال 30 يوما. ما الفرق بين هذا وذاك؟ الفرق بينهما هو أن الدستور الموجود الآن هو له صفة شرعية من لجنة منتخبة، والذي تريد أن تقدمه الآن للناس من خلال لجنة تشكلها أنت لا يملك شرعية ولا صفة قانونية ولا يمكن أن يكون أصلح من الأول. لكن كما قلت هو مجرد لعب بالوقت، هو في كل ما يعني يخفقون في أمر ويفشلون فيه ينتقلون بالناس ويتحولون بهم يجرون بهم إلى مجرى آخر، كل مرة يلهد بهم في يعني ملهد، كل مرة يأخذوا طريق يمشوا بها الناس ويستخفون بعقولهم ويتكلمون، حتى من يحسبهم أو من يسمعهم يظن أن بالفعل أن هناك برلمان وأن هناك مجلس وأن هناك حاجة لها قيمة، وللأسف حتى الناس الأعضاء اللي هم موجودون يسمعون كلامهم، في حد علق على هذا ولا قال له كيف تقول كلام هذا، المجلس لم يعني ينظر في هذه المسائل ذكرتها ولم يقر في هذا الأمر شيء، وهذا ليس من صلاحيتنا أن نطعن في دستور من لجنة منتخبة أو أن نشكل لجنة، ما فيش حد تكلم عن هذا الموضوع. ثم أين كان الكلام عن الدستور قبل 24 ديسمبر عندما كان مجموعة رئيس المجلس تصدر في قوانين معيبة تصدر هذه القوانين من خارج البرلمان أصلا، مش من داخل البرلمان، من جهة أخرى لا تدري أين يجتمعون، ويرسلون بهذه القوانين المعيبة إلى المفوضية وهي تتلقفها وتفرح بها وتبني عليها في يعني أشياء أشغلت الناس بها وجداول وطعون ودوائر انتخابية، وبقي الناس يعني شهور بهذه الصورة.
ما كانت هذه القويمة على ما فيها من عيوب وأنها غير صالحة وكذا، ما كانت حتى تصدر من داخل البرلمان، بدليل أن عدد من أعضاء البرلمان تكلموا في ذلك الوقت وقالوا هذه القوانين وتعديلاتها يعني ما احنا ما سمعناش بها إلا من صفحة التواصل الاجتماعي. هل هذا برلمان؟ هل ما زال حد يثق بكلام هؤلاء الناس؟ يعني أنتم لما كان الناس ينادون بأعلى أصواتهم ويكلمونكم ويقول لكم هذه قوانين لا يمكن أن تبنى عليها انتخابات، وتكلمت مع رئيس المفوضية بنفسي وقلت لهم هذا أمر غير مقبول، الانتخابات تحتاج إلى توافق، تحتاج إلى قانون عليه توافق، عليه قاعدة دستورية، أحتاج إلى دستور، على استفتاء على الدستور. ما كانوا يسمعون ولا يلتفتون ويركبون العناد والتحدي. طيب الآن يعني الدستور ولا حلو زمان كان مر، شو الكلام على الدستور الآن؟ لماذا لم تتكلم عليه في ذلك الوقت؟ ولا كان كل اللي كان هو كل مجرد تمثيل و فصل من الفصول، والآن انتقلنا إلى فصل آخر. وكانت يعني المسائل تواطؤ كامل من الداخل ومن الخارج، كل من يتكلم ما تفتح يعني وتسمع وسيلة من وسائل الإعلام في ذلك الوقت إلا وكل صباح وزير طلياني ولا فرنساوي ولا إنجليزي ولا أمريكاني ولا كذا إلا ويقول الانتخابات في 24 ديسمبر لابد أن تقع، وكل من يعرق الانتخابات ويعوق الانتخابات سيتعرض للعقوبات الدولية. طيب الآن أهل الانتخابات يعني لم تجرى، أين التحقيق فيها؟ ما كنت تتكلمون على أن من يعوق الانتخابات يتعرض لعقوبات الدولية، كلكم كنتم تقولون هذا، برلمان وغير برلمان وداخل ومن الخارج. الآن مرت هذه الفترة بعد يعني ما كلفت الدولة وكلفت البلد من الوقت والجهد، وكلفت الناس وكلفت الميزانية العامة والأموال والصرف وكذا، بعدما تكلفت الدنيا هذه كلها مرت المسألة، جت 24 ديسمبر ومرت المسألة مرور الكرام وكأن شيئا لم يكن. هذا لا يمكن يقع في أي بلد في الدنيا. هل هناك تحقيق؟ تقول من يعوق الانتخابات وعوق الانتخابات هذا يتعرض للعقوبة الدولية. طيب هي الانتخابات لم تقع، لماذا لا تحقق لماذا لم تشكل للتحقيق؟ من الذي عرق الانتخابات؟ من الذي عوقها؟ الآن يترامون التهم، البرلمان والمفوضية، وكل واحد يلقي باللوم على الآخر، وهي في الحقيقة يعني اللي عرق الانتخابات هم غير مش قادرين نفصحوا به. لعرق الانتخابات هو أنه بدا لهم ما لم يكونوا يحتسبون، كانوا يظنون أن يرشح عقيلة صالح وحفظه وكذا، ولا يعني الآخرون لا يمكن أن يعبى بهم، فخرجت لهم شخصيات يمكن أن تنافسهم ويحصل يعني يفشل نجاحهم وما كانوا يخططون إليه، فأفشلوا العملية الانتخابية برمتها ومشت بالسكيتي، ما فيش حد يتكلم ولا حقق ولا دور، لا مجتمع دولي ولا غيره ولا أمم متحدة. هذا يدل على أنهم جميعا متضامنون على ما يجي، كل متوافقون يعني المجتمع الدولي يتكلم عن الاستقرار ويتكلم عن الانتخابات، كله كذب لا قيمة له ولا أساس له ولا يعول عليه. فالموضوع يعني الآن عندما يريدون أن يتكلموا على دستور ولا على خارج الطريق هو كله من ذاك القبيل، كلهم يتلاعب بالوقت والاستمرار في مكانهم، ولا يمكن أن يحصل شيء يعني تنهض
منه البلد وتجرى انتخابات، هذا مستحيل في ظل وجود هذين الجسمين. والذي ينبغي أن يكون الآن للخروج من هذا ويعني توقف كل هذه المهازل، يكفي من الإنسان لما يضحك على الناس مرة ولا اثنين ولا ثلاثة، ينبغي أن يستحي من نفسه ما عاش يستمر. أعضاء البرلمان ربما فيهم ناس خيرون ناس صالحون، ولكنهم يعني لا يستطيعوا أن يرفعوا أصواتهم ولا أن يتكلموا، وهم يعني مخذولون لأن تمارس عليهم سلطة قوية وكذا. هذا ينبغي عليهم أن يعلنوا استقالتهم لأنهم لا يتمكنون من إبداء رأيهم، لا يكثرون سواد الظالمين. جلوس مع يعني الظالم والجالس وإن كان هو من أهل الخير ومن أهل الصلاح، ولكنه لا يريد لا يستطيع أن يفتح فمه ولا أن يعارض ولا أن يتكلم بالحق، وكل ولو حاول واحد منهم يتكلم بالحق على طول يسكته والخلاص وينتهي. طيب وجودك ما قيمة وجودك الآن في ذلك المكان؟ أنت فقط تكثر سواد الظالمين وتبوء بالإثم معهم، هذا لا ينجيك أنك أنت غير راضي، لأنه الآن كيف هو مشي أموره وكذا، يقول أنا عندي نصاب وبرلمان وعندي مية وكذا عضو عندي كذا، لو كان هؤلاء الناس تخلوا عنه وتركوه ما كان يستطيع أن يستمر، فهم يكثرون سواده ويناصرون الظالم. هذا لابد أن يعرفوه، لابد أن يعرفوا هذا الحكم الشرعي فيما يخصهم، حتى ولو كانوا هم صالحين وكانت نيتهم حسنة وكانوا يريدون عندما دخلوا البرلمان يريدون أن يصلحوا، لكن لما دخلوا وجدوا أنفسهم لا يستطيعوا أن يصلحوا، وكل ما واحد منهم يحاول يتكلم يسكته ويصمته ولا يستطيع أن يقول شيئا. هذا عليه أن يعلن يعني يغضب لنفسه ويغضب لله ويغضب للمبدأ اللي هو من أجله دخل، ويقول خلاص السلام عليكم. هكذا الواجب أن يفعلوا بحيث يعروا هذا المجلس الفاشل ويكون وسيلة التخلص منه. لو فعل ذلك الخيرون لما بقيه إلى هذا الوقت، وكذلك في مجلس الدولة، ما يسري على البرلمان يسري على مجلس الدولة. مجلس الدولة وجوده مرتبط عضويا بالبرلمان، كلاهما يناصر الآخر ويقويه لشيء لغرض واحد هو استمرار وجودهما فقط لا غير. لأننا يعني نلاحظ أن كل ما البرلمان يصاب بإحباط وينصرف عنه الناس وفي الداخل وفي الخارج ويصاب بخيبة ويضعف موقفه، نجد أن المجلس الدولة يهرول إليه ويحاول يعني أن يرفع من أمره ويعمل أنفسهم يسعون لوجود حلول واتفاقات وكذا حتى ينتعش البرلمان. ثم البرلمان بعد ذلك لا يلتفت إلى مجلس الدولة ولا يعني ينظر إليه، وهذا يعني مواقف متكررة ليست مرة ولا مرتين وثلاث. فكلا المجلسين الآن يعني ينبغي لهما أن يترك البلد ويحل عن الناس ويرحل، لأن وجود فيه ضرر عظيم والبلد تخلفت وتأخرت. يقول واحد ربما قائل يقول يعني خروجهم ورحيلهم يترك فراغ، أقول الفراغ الذي يملؤونه لا نفع فيه، لو كان الفراغ الذي يملؤونه فيه نفع والله يقول من يتمسك بهم نحن، لكن هو فراغ مملوء بالضرر. والمخرج من هذا المأزق في رأيي ثلاث أمور. الأمر الأول أن الانتخابات الرئاسية هذه ينبغي أن تستبعد، يعني لأن وجودها هو الذي أفشل الانتخابات السابقة، لأن فيها مغالبة على من يحكم ليبيا ونحن يعني في غنى عن هذا. ينبغي أن يكون توجه إلى انتخابات برلمانية. رقم اثنين أن الذي ينبغي أن يمهد لهذه الانتخابات البرلمانية ليس هذان المجلسان، ليس
مجلس الدولة ولا مجلس البرلمان الذي ينبغي أن يمهد الانتخابات، ينبغي أن تشكل لجنة على نمط لجنة 75 ولا على أي طريقة أخرى، تسمى مجلس انتقالي، مجلس تأسيسي، أي مجلس، يعني أي مجلس أو أي لجنة تشكل يسهل الخلاص منها بتحديد موعد الانتخابات والقانون الذي يستند إلى الانتخابات. أما هذا المجلسان فلا يعني يمكن الخلاص منهما، وهم يعني ونحن نستمع إلى هذه الترهات وتشكيل لجان ودستور وخرط طريق، كلام مكرر ومعاد لا فائدة منه. فالذي ينبغي على الناس الآتي: مطالبة برحيل هذين المجلسين لأنهما متمسكان بالسلطة، متمسكان بالسلطة على خلاف القانون، يمددان إلى أنفسهما ولا يملكان هذا، لا يملكان هذا بمقتضى القانون ولا بمقتضى الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إنا لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه، فكيف بمن يغتصبه على مدى 6 أو 7 سنوات على خلاف القانون؟ من ناحية الشرعية، من ناحية الشرع لا حق لهم في ذلك، ويجب أن يرحلوا، هذا هو الواجب. ومن ناحية القانونية هم لا يملكون أن يمددوا لأنفسهم، ولذلك التخلص من هذين المجلسين قانونا وشرعا هو مطلوب الآن. والناس إذا خرجوا وينبغي أن يخرجوا ويطالوا برحيلهم، وهذا أمر مشروع ومن حق من يفعل ذلك. يكفينا مسرحيات وتمثيليات وأشياء يعني أصبحت سمجة وأصبحت لا تطاق، كلها يعني مجرد يعني ضحك على الناس واستهزاء بهم واستهزاء بالبلد. ثم بعد ذلك يعني هذا الذي يقوله، وأنه إذا يعني طالب الناس برحيلهم وقاموا بتشكيل لجنة ولا مجلس مؤقت ليجري الانتخابات، ينبغي أن يتزامن هذا مع تشكيل لجنة محايدة للتحقيق في التزوير الواقع في الرقم الوطني وفي السجل المدني، لأنه لا يمكن أن تجرى انتخابات والسجل المدني فيه ما لا يقل عن 1,000,000 رقم وطني مزور. سجل الرقم الوطني والسجل المدني هما اللي مؤسس عليهم السجل الانتخابي. إذا كان السجل المدني ماهوش نظيف وماهوش صحيح وماهوش مطابق للواقع، فالسجل الانتخابي كذلك تبقى فيه هناك 1,000,000 بطاقة مزورة من تشاديين ومن مصريين ومن يعني روس ومن غيرهم، يعني هذه كلها تمثل غاية الخطر على مصير ليبيا، يعني هذا اختراق أمني، اختراق للأمن القومي لا يمكن أن تقوم معه للبلد قائمة، لا يمكن لمؤسسة ولا دولة ولا جهة أن تقوم لا بتنمية ولا بإصلاح ولا ببناء، لا يمكن مع هذا الاختراق، فهو أمر في غاية الخطورة. ينبغي يعني من الآن، ولا نسمع لي يعني رئيس السجل المدني يدعي أنه يقول ليس هناك تزوير وكذا، جاءت المخابرات العامة وقدمت تقرير للبرلمان في الأسبوع الماضي وبيّنوا أن هناك مئات الآلاف من هذه الأرقام الوطنية مزورة، فلا نصدق من يدعي أنه ليس هناك تزوير ممن يقوم الآن على السجل المدني، لا يوثق في كلامهم. ويمر على الجهات ذات الاختصاص، النيابة العامة وغيرها، أن تشكل لجنة من ذوي الخبرة والكفاية والأمانة والثقة لتحقق في هذه المسألة، فإن هذا أمر لا يجوز السكوت عليه، هذا منكر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من السكوت عليه، لأن منكر مثل هذا المنكر هو نذير شؤم، ولا في نهاية المطاف لن ينجو أحد من ضرره ومن بلائه. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من هذا، ويقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمه الله بعقاب منه.
ففي هذه الأثناء يعني رحيل هذين المجلسين وتشكيل لجنة لإجراء انتخابات جديدة تستند على القانون الموجود الذي أجريت عليه الانتخابات السابقة، لا نحتاج إلى تضييع وقت، ولا ما دام ما يمكنش الآن أن نصل إلى استفتاء الدستور نجري الانتخابات بناء على القوانين السابقة التي أجريت عليها الانتخابات السابقة، ثم بعد ذلك البرلمان يعني يبث في موضوع الدستور والاستفتاء عليه والنظام القادم الرئاسة يكون بعد ذلك. لكن الآن نحن في عاجلة من أمرنا، لا يجوز لنا أن نسمح لهذين الجسمين بمزيد من التلاعب بالوقت وإصدار هذه البيانات وهذه لتشغيل الناس ولمضيعة الوقت وللتلاعب ويعني الإعراب عن حرصهم على أن يبقوا في هذه الأمكنة. يجب أن ننهي هذا، والناس مطالبون جميعا أن يخرجوا في الأيام القادمة هذه عندما يأتي الوقت الاحتفال ب يعني يوم الثورة. يجب عليهم من أول يعني على رأس أولياتهم وهتافاتهم ونداءهم أن ينادوا برحيل مجلس البرلمان ومجلس الدولة ويطالبوا بالخروج من هذا المأزق وبالتحقيق في التزوير في الرقم الوطني وتشكيل هيئة مستقلة تجري انتخابات برلمانية لا رئاسية بناء على القوانين الموجودة التي جرت عليها الانتخابات السابقة. هذه هي أقرب طريق للخلاص إذا كان أهل ليبيا يريدون الخلاص. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم على هذا التوضيح، ونستأذنك في أخذ بعض الاتصالات إذا كان هناك اتصال. أيضا هناك أسئلة الحقيقة من الحلقات الماضية. شيخنا الأخ مهدي من الكفرة يسأل يقول هناك طريق طويل في الكفرة وطريق متهالكة وتحدث فيها إصابات وحوادث، وسؤال حول يقول هل يعني يتحمل المسؤولون إثم إزهاق هذه الأرواح بسبب إهمالهم لصيانة هذا الطريق؟ لا شك أن المتسبب مشارك للمباشر وصحيح من ناحية القصاص ومن ناحية دفع الدية، ويقع على المباشر لأن المباشرة مقدم على المتسبب، لكن المتسبب شريك في الإثم للمباشر. وإذاك يروى عن عمر يعني أنه يقول لو عثرت بغلة في العراق لا خفت أن يسألني الله عنها لما لا تسوي لها الطريق. هذا كلام سواء كان ثبت إسناده لكنه كلام صحيح، يعني أن من الآن يهملون الطرق العامة ويصفون الميزانيات في غير وجهها، هناك أشياء أولويات ينبغي أن تكون على رأس الصرف. مثل الدولة يعني مليارات تصرف كلها في أرقام وطنية مزورة ومرتبات مزورة، ومن يأخذ 3 مرتبات ومن يأخذ 5 مرتبات، وتصرف الأموال هنا وهناك لا يدرى أين تذهب. وهناك أشياء هي حيوية وضرورية ولابد للمسؤول أن ينظر إليها، ولا يمكن ولا يجوز له أن يعني يغفل عنها ولا يهتم بغيرها. منها إصلاح الطرق هذه الفاسدة التي تسبب في موت الناس وحوادث، يعني عندما تمر بطريق ساحلي مثل طريق طرابلس إلى مصراتة ولا كذا، يعني كأنك تذهب في مناطق جبلية وسهول، كأنك لست في مدينة، لست في كأنك خرجت إلى الصحراء، كأنك تمشي في طريق ليست معبدة أصلا. يعني هذا إنهاك لأموال الناس ولسياراتهم وسبب لحوادث وقتل وموت. وكذلك ما ذكره هذا السائل في طريق الكفرة، من مسؤول عن هذا؟ كل هذه الأشياء الضرر التي تحصل سواء كانت في المال ولا في الأنفس
مسؤول عنها من هو من عنده المال مسؤول عن الدولة، يبقى أن يوجه اهتمامه إليها ويصلحها في وقت، يعني مش يقول اصلحها ويخليها 3-4 سنوات والناس يموتون. يجب أن تصلح وتعطى لها أولويات، تؤتى بشركات نشطة، ويمكن أن تفرغ من الموضوع في 2 شهر وفي 3 أشهر، لا في سنوات والناس يموتون. ومن أيضا من الأولويات الصرف ما يتعلق بالصرف الصحي. البيئة كلها ملوثة، والآبار يعني السطحية كلها مياه ملوثة، الناس يشكون لا يجدون حتى ما يتوضون منه طاهر، كله نجاسات، والطرقات يعني تسرح وتسيح وتمي بالنجاسات والفضلات، لأن كل الناس عاملة حفر. ما عندكش صرف صحي إلا في منطقة طرابلس فقط، ثم بعد ذلك إذا خرجت حتى إلى ما بعد الفرناج إلى تاجورة ولا إلى أي منطقة من مناطق خارج العاصمة، تجد كلها حفر تردم فيها الفضلات، والناس ما عندهاش قدرة. السيارات الشفط، السيارة ب100 دينار وأكثر، ما عندهاش قدرة على ذلك، والحفر هذه لا تبقى حتى أسبوع واحد. فماذا يفعلون؟ يعني يتركون الفضلات تجول في الطرقات هكذا، و تلوث الناس وتلوث البيئة، والآبار أيضا تلوثت. فهذا يعني ينبغي أن يكون من أولويات البلديات والحكومة، كيف تغفر عن هذا كل هذه المدة؟ هذا مش موجود حتى في بلاد متخلفة الفقيرة، لا تجد هذا العابث بصحة الناس والنجاسات يعيشون فيها ويأكلون ويشربون منها. هناك أولويات يجب على ولي الأمر والناس الذي ولاهم الله وأعطاهم المال أن يجعلوها على رأس أولوياتهم. نعم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. معنا اتصال الأخ مصطفى من مصراتة. نعم تفضل يا أخي. السلام عليكم. مرحبا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك. شيخ عبد الله، أنا كنت درت عملية قبل شهر رمضان اللي فات، قبل رمضان 5 أيام درت عملية ربط على فم المعدة، وطبعا سالت الشيخ صادق قال لي ما في مشكله، انت ما صبتش باي، قاعد الماكله شوي ما ادري شابك هذا كاز. نعم. عندي سكر وعندي ضغط. نعم، سؤالك على الصوم رمضان. صوم رمضان ما صمتش رمضان اللي فات، ما صمتش. اللي كان قاعد شوي حاجه بسيطه، سوائل وحاجه كذا يعني. نبي الحكم الشرعي في الكلام هذا يعني. طيب، يجيبك الشيخ ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. محمد من 7، تفضل محمد. السلام عليكم شيخ عبد الله. السلام ورحمه الله. اللي يسلمني على الشيخ الصادق ربي يحفظه. طيب، حاضر يا شيخ، بارك الله فيك. بنسألك يا شيخ معنى الايه، انك يدهن عظيم. نعم، هذه نبي شنو في معناه، بارك الله فيكم وجزاكم. طيب، الله خيرا، ربي يبارك فيكم يا شيخ عبد الله. شكرا اتصالك، تفضل. نعم، يحيى من تاجورة، تفضل يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بالله بمثل الشيخ بخصوص المسح على الجورب. طيب، حكم مسح الجورب. السؤال الثاني بخصوص شهرة الخطبة الفضانية عندنا احنا. شنو؟ كيف؟ الفضانية. نعم. جائزة جائزة. طيب. شكرا، بارك الله فيك. طيب، وياك. نعم، منين مصر؟ من سليم من مصراتة، تفضل يا سليم. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخ عبد الله، حيا الله شيخنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن الغرياني. الله يسلمك، بارك فيك والله. وصل الله اوقاتكم كل خير. الله يسلمك، تفضل يا اخي. هذه ثلاث اسئله سمعت فيها يا شيخ عبد الله. نعم تفضل. حضرك الله عز وجل، نبدا بالسؤال الاول. صد القرآن الكريم منزل عظيم وهو أصل الشرع. سؤالي، هل من الواجب على كل مسلم حفظ ولو مقدار معين من القرآن الكريم أم لا؟ نعم. السؤال الثاني، رجل مسلم حفر بئر فصدق لعابر السبيل، وبعد فترة تعطل هذا البئر بسبب العوامل الطبيعية من غبار وتراب وعواصف. سؤالي، هل الأجر مستمر ومتواصل إلى يوم القيامة للمتصدق، أم الأجر يتوقف بوقوف البئر؟ طيب. السؤال الثالث،
الأطفال يصلون خلف أبيهم بمقابل مبلغ بسيط من المال يعلمهم ويعودهم على الصلاة، هل يعتبر فعل أبيهم هذا من الرشوة أم لا؟ يعطي المكافأة للأطفال ولا إيش؟ نعم يا شيخ مبلغ بسيط. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. السلام عليكم ورحمة الله. نعم آخر اتصال. نعم 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 زهرة من طرابلس. أهلا أهلا وسهلا تفضل. نسأل عليكم نسأل عليكم ميراث لكن نبي رقم لبنتي المستقبلي كانت تعطيني رقم كان في معروف ضروري. السؤال لو تريد بخصوص الميراث يمكن الاتصال بدار الإفتاء 14-13. لا أنا نبي الشيخ هو. نعم طيب اذا خلي رقمك طيب خلي اعطي رقمك للكنترول ما تسكريش واعطي رقمك للكنترول تمام تمام شكرا. طيب شيخنا الاخ قبل ذلك الحقيقه عندنا ايضا هناك سؤال من الحلقه الماضيه. نعم طيب بشير من مصراتة يسأل في الحلقة الماضية يقول هل ما حكم تأخير صلاة العشاء؟ يقول هو ذكر صورة معينة أن هناك ناس في المسجد قال يهدرزوا على كلامه يمضون الحديث لم يذكر أن هناك درس أو شيء من هذا ويؤخرون صلاة العشاء. هو تأخير صلاة العشاء لا بأس به ما لم يخرج عن الوقت المختار. النبي صلى الله عليه وسلم أخر ذات ليلة الصلاة بالناس حتى يعني أخذهم النعاس وشكوا إليه فقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليكم. تأخير وفي مشقة لكن هذا هو وقتها الفاضل هو الوقت المفضل ما دام الوقت الاختياري باقي. فالتعجيل بصلاة العشاء ليس مطلوبا لو أخرت هذا تأخيرها طلبا للسنة لا يضر. نعم نعم شيخنا إنه لوقتها لولا أن أشق عليه. نعم شيخنا ربما يكون هناك بعض الناس في المسجد ينتظرون الصلاة ولهم أشغال أخرى أيضا ربما يكون لهم وجه. لا هو الصلاة في المسجد لابد أن تكون منظمة ويكون وقت الإقامة محدد للناس حسب ما يتفقون عليه وما هو فيه سهولة لهم. لكن أريد أن لو كان هناك مجموعة خاصة وتريد أن تؤخر الصلاة العشاء هذا لا بأس. ما يبقى هو يعني مجموعة تريد أن تنفرد برأيها وتؤخر الصلاة على الناس في المسجد بحيث يحرمون الناس من صلاة الجماعة هذا ماهوش إجراء سليم ولا وصحيح ولا وينبغي أن يكون ينبغي أن تكون هناك يعني وقت محدد للإقامة اللي هو يتوافق مع ما يسهل الأمر على الناس جميعا الذين يحضرون الصلاة. نعم أيضا متصل آخر من مصراتها يسأل عن حكم تسمية باسم عبد العالي يقول هل يجوز التسمية بهذا الاسم؟ الإخبار عن الله سبحانه وتعالى بكل ما هو يليق به من صفات الكمال ليست هذه من أسماء العال ليست لم تجدنا في أسماء الحسنى لكن كل ما يعني منه من صفات الكمال يجوز أن يخبر عن الله بأنه يتصف به مش ضروري أن يكون هو من الأسماء الواردة. يخبر عن الله سبحانه وتعالى بأنه قديم وأنه دائم وأنه عال وأنه كذا هذا لا حرج في ذلك وإن لم يكن من الأسماء الحسنى. فالإخبار يعني عن الله بما يليق به هذا جائز في كل صفات الكمال لا يتقيد بالأسماء الحسنى الواردة في القرآن وفي السنة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الأخ مصطفى من مصراته يسأل يقول أنه عمل عملية ربط على فم المعدة ولازال قبل رمضان وهو يتناول السوائل ولم يقدر على صوم رمضان فيسأل عن حكمه ماذا يفعل وماذا عليه؟ لا حرج عليه حتى يتمكن من الصيام بجدارة إذا كان هو
ما زال يخاف على نفسه ربما تنقص عليه السوائل ويسبب لنفسه ضرر، لا ينبغي له أن يصوم. وكل من يصوم ويترتب على صيامه ضرر ويعرف وهو يعرف ذلك فهو آثم، بدل ما يتحصل على الثواب يتحصل على الإثم. والله تبارك وتعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. فالمريض يجوز له الفطر ولا يجب عليه الصيام إلا إذا تمكن وكان قادرا على ذلك، فهو في عفو من الله سبحانه وتعالى أن يقدر على الصيام ولو بعد عامين ولا ثلاثة ولا أربعة، لا حرج عليه. نعم، بارك الله فيكم. الأخ محمد بن سبها يسأل عن قوله تعالى، يقول: ما معنى قوله تعالى إن كيدكن عظيم؟ يعني هذا في معرض الذم لمن من النساء يريدن المكر بالآخرين وبالناس، فهذا يوصف، وليس هذا خاص بالنساء، حتى الرجال منهم من هو كيده عظيم. وهذه وردت في قصة سيدنا يوسف، يعني لأن امرأة العزيز مكرت بسيدنا يوسف و يعني عرضت نفسها عليه وأرادت أن تراوده، ثم بعد ذلك تنصت من ذلك ورامته هو بأنه يريد أن ينال منها، وهذا كيد. فوصف عمله هذا بأنه يعني مكر وكيد عظيم بإنسان بريء، يعني ألصقت به التهمة وهو يعني بريء منها. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. الأخ يحيى من تاجورة يسأل الحكم المسح على الجورب. مسح على الجورب محل خلاف والكلام عليه مكرر، وعلماء المالكية لا يجيزونه، وغيرهم يعني منهم من يجيزه ومنهم من يشترط أن يكون مجلدا من أسفل. فالمسألة فيها خلاف، لكن مسائل الخلاف يعني ما ينبغيش على الناس أن يتداولوها بالإنكار ويشنعون على أنفسهم، ولا يقول لأني لا أصلي خلف من يمسح على الجورب، بل يصلي على الجورب صلاته صحيحة، لأن له أسوة في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يمسحون على الجورب. وإن كان الحديث الوارد الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو المسح على الخف، ولم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجورب، لكن أعمال الصحابة يقتدى بها، فما ينبغيش أن يكون هناك إنكار في هذه المسألة. لكن من احتياط للنفس فالاحتياط أولى، لا يمسح إلا على الخف، مسح على الجورب لأن صلاته تكون مختلف في صحتها بين أهل العلم، منهم من يراها صحيحة ومنهم من يراها غير صحيحة. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيضا يسأل سؤال آخر، يقول: هل تجوز أو ما حكم الفضانية في حالة الخطبة؟ الفضانية الإشهار فيها غير مشروع، مكروه. الإعلان بضرب الدف والدخان والولائم وكذا والوليمة، هذه مشروعة عند البناء وعند العقد، إذا كان العقد يعني مرة واحدة. الإشهار في النكاح مشهور مرة واحدة، لا كما يفعله الناس متعدد في أوقات كثيرة، إما عند العقد وإلا عند البناء، يضرب عليه بالدف ولا يعمل الماكلة والأكل والدخان والمسائل هذه، والإشهار وغناء النساء، هذا مطلوب مرة واحدة، لكن مش مطلوب أن يعلن عدة مرات في الفضانية وبيان وبيان وما الشيء كل مرة، هذا غير مشروع مكروه. الإعلان في وقت الفضانية يعده أهل العلم ويذكرونه في ضمن المكروهات التي ما ينبغيش يعني فعلها، وكثير ما يترتب عليها مفاسد، يعني يبقى فيه عرضة للحاسدين والحاقدين، وناس يعني يشتغلون الآن بالمكر والكيد ببعضهم وبالسحر وغير ذلك. ولذلك ينبغي أن تتم الفضانية هذه على أضيق نطاق دون إشهار ولا مصاريف زائدة، لأنها تزيد من أعباء الزواج، والأعباء الآن عندها ما يكفيها من الشدة على الشباب
الذين يعني صاروا لا يقدرون على الوصول الى الزواج الا بعد ان تبلغ بهم السن 40 سنه فما فوق. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. الاخ سليم من مصراته يسال يقول هل يجب على كل مسلم حفظ بعض القران جزء من القران ولو بعض السور؟ الواجب على كل مسلم ان يحفظ ما تصح به الصلاه فقط. هذا هو الواجب، وما عداه كله مندوب. ويجب على المسلم ان يقرا الفاتحه، يحفظ الفاتحه حفظا صحيحا جيدا، ما يقراهاش باللحن مغلوطه. يقرا على شيخ يعني يعلمه قراءتها، ما يقراهاش باللسان العامي ويلحن في كلماته وكذا، هذا لا يجوز، حرام عليه، يجب ان يتعلمها ما امكنه. إذا عجز لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن ما دام عنده قدرة يجب أن يتعلم الفاتحة ثم ما تصح. نعم شيخنا معك، ربما انقطع الاتصال. طيب نعم، ربما إذا لعلنا ناخذ اتصال إذا إلى أن نعيد للتواصل مع الشيخ. بقي دقائق قليلة لانتهاء وقت الحلقة، وإذا كان هناك اتصال نستقبله. طيب نعم، هذا أيوة، من معي؟ نعم تفضل يا محمد من سبها. نعم السلام عليكم يا شيخ عبد الله. بالله سامحني في تو سؤال، بنقول لك حكم الاستماع للموسيقى في الإسلام. حكم الاستماع للموسيقى. طيب عندك سؤال اخر؟ تفضل. شكرا على اتصالك. نعم اذا عاد الينا الشيخ. طيب اذا ربما نعيد الحوالي التواصل مع الشيخ، ولا زال هناك القليل. نعم في اتصال. نعم ناخذ هذا الاتصال. نعم من معي؟ انقطع الاتصال. طيب جيد، ربما نتواصل مع الشيخ مرة أخرى، وهناك خلل في التواصل في آخر هذه الحلقة وبقي دقائق قليلة، وهناك أيضا بعض الأسئلة. نعم نعم نعم، حيدر من مصراتة، تفضل يا حيدر. السلام عليكم شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم الله يبارك فيك ويحفظك شيخنا الشيخ طارق. الله يحفظه ويطول في عمره. على عجاله حيدر فقط لان عاد الينا الشيخ. نعم اعطيني سؤالك. الله يبارك فيك. السلام عليكم شيخ صادق. دقائق قليله. بارك الله يا شيخ صادق. بارك الله فيك حيدر. دقيقتين بس على الحلقه. والله انا تكلمتك المره اللي فاتت على رقم تليفون سماحه المفتي مدير مكتبه في فتوى خاصه. فما نعم. ما حصلت الرقم حتى الان. لم ما تواصلش معك حتى المفتي الله يحفظه. طيب خليت رقمك ولا الحلقه الماضيه؟ خليت رقمي، خذوا رقمي من اسبوعين وما اعطوليش اي رقم. يعني طيب حاضر يتواصلوا معك ان شاء الله. الله لو تكرم باذن الله. نعم. يتواصلوا معك ان شاء الله. طيب زين اكد عليه. طيب شيخنا ربما دقيق كم بقي؟ دقيقتين. نعم شيخنا انقطع الاتصال بكم، وكنت تتحدث عن أن حكم الواجب في حفظ القرآن هو حفظ ما تصح به الصلاة. نعم شيخ صادق قال حفظ الفاتحة ومعها سورتان ولو من السور القصيرة، هذا هو الواجب. وما زاد عليه فهو فضيلة، قراءة والحرف بعشر حسنات. وهو حتى الذي لا يستطيع أن يحفظ عليه أن يتعلم القراءة من المصحف قراءة صحيحة، فهي القراءة متعبد بها سواء حفظ أو لم يحفظ. ما دام يقرأ من المصحف قراءة صحيحة فالقراءة كلها يتعبد بها قراءة القرآن، حتى لو لم يحفظ إلا ما تصح به الصلاة فقط وهو الفاتحة وسورة وسورتين،
يعني ما ويعني بريئة ذمته ولا يكون مدانا ولا ملاما، وعليه أن يتعلم القراءة ويقرأ من المصحف ليتعبد بقراءة القرآن. جزاكم الله خيرا. في دقيقة شيخنا، ربما سؤال آخر لسليم يقول: بئر وقف وتعطلت، وهذه البئر يقول هل السؤال هل الأجر يستمر ولو تعطلت البئر الواقف أم يتوقف لتعطلها؟ وإنما الأعمال بالنيات. الرجل حفر البئر إذا كان هو توفي ومات وأراد أن تستمر الصدقة جارية، فالله عز وجل يكتب له الأجر الكثير. لكن إذا كان هناك من ورثته هو ما لا يزال موجودا، فعليه أن يقوم بإصلاحها ليستمر له النفع. مجرد أن تهدم ثم يتركها وكذا فهو قادر على إصلاحها، فذلك يوقف الأجر. نعم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم شيخنا الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني مفتي عام ليبيا، حفظكم المولى ونفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم. كما نشكركم أيها الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، يجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور. هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.